تتجه الحكومة الإندونيسية لإيقاف تصدير العمالة المنزلية النسائية بشكل نهائي لعدة دول، من ضمن هذه الدول دول الخليج، وذلك بحلول عام 2017، والاكتفاء بإرسال العمالة النسائية في مجالات مهنية متخصصة. وفقا لما ذكرته صحيفة المدينة، فإن هذا التوجه ما زال قيد الدراسة، وتجري تعديلات في تلك الرؤية لتحقق أهداف الحكومة الإندونيسية بتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة صاحب أحد مكاتب الاستقدام والخبير بشؤون الاستقدام الأستاذ ماجد الهقاص. أستاذ ماجد حياك الله معنا. أبقاك الله، حياك الله. خليني أسألك ماجد مباشرة في الموضوع، يعني لما تفكر الحكومة الإندونيسية جديا بأنها توقف إصدار العمالة المنزلية إلى الخليج بغضون، تتكلم عن سنتين قادمة، تعليقك على هذا الأمر، هل يمكن بعد يسبب أزمة ويفاقم في أزمة، هل يمكن يفاقم بعد موضوع أزمة العمالة المنزلية؟ الموضوع هذا متخذ منذ فترة طويلة من دولة إندونيسيا. الآن أنا أشوف أن الخطوة، لا يعني زيارة رئيس دولة إندونيسيا المملكة العربية السعودية ومقابلة وزير العمل له، مقابلة سمو الأمير محمد بن سلمان، تقريبا حتقرب الصورة أكثر، أنه إن شاء الله حتفتح إندونيسيا قريبا بإذن الله تعالى. هذه المعلومات اللي وصلتنا صراحة من الداخل ومن الخارج. أنت تتوقع أنه راح يفتح المجال من إندونيسيا في وقت قريب بإذن الله تعالى؟ طيب، تذكر تكلمنا قبل فترة في إحدى الحلقات وكان معنا المتحدث باسم وزارة العمل، وتكلمنا تذكر كان هناك تسجيل زميلنا منصور طلحة من الإعداد سجل يعني مكالمة مع أحد شركات الاستقدام، وذكر أن عندهم عمالة إندونيسية. كان التساؤل وقتها، وأذكر أنت بعد كان عندك تساؤل، كيف عمالة أو خادمات إندونيسية؟ وكان تبرير وزارة العمل أنها بمهنة عاملة منزلية جاءت. ذكرت أنه هنا وزارة العمل قاعدة تخالف نفسها بنفسها، هل تذكر الحلقة وتذكر تعليقك؟ أذكرها جيدا وأذكر بالضبط المقابلة اللي تمت. ذكر الأستاذ تيسير المفرج بأن العمالة تأتي بمهنة عاملة نظافة مباني عامة وتؤجر بمهنة عاملة منزلية، معنى ذلك أن وزارة العمل تعلم بأن هذه مخالفة صريحة وواضحة لأنظمة العمل السعودية وتباركها وتوافقها، وهي حتى هذه اللحظة هذه الشركات تمارس هذا الشيء. للأسف هذا الإجراء سبب أن دولة إندونيسيا فعلا وقفت تصدير أي عمالة نسائية للمملكة العربية السعودية بسبب التجاوزات اللي حدثت من قبل هذه الشركات. طيب الشركات للأسف حتى هذه اللحظة وزارة العمل لم تتخذ إجراء. طيب الشركات الاستقدام، يعني وزارة العمل كانت تقول أنها حل لموضوع يعني توفير العمالة المنزلية. إحنا نعرف الحين طريقة عمل هالشركات، تجيك بعقود شهرية بمبالغ يعني أجزم أنها مرتفعة يعني ومبالغ فيها، كان فيها استغلال لحاجة المواطنين لوجود خادمة منزلية أو سائق أو أيا يكن، لكن بمبالغ يعني فعلا عالية بشكل كبير. أنت تشوف أنها خدمت أناس وأضرت بأناس قرارات وزارة العمل؟ عزيزي، قرارات وزارة العمل للأسف يعني ارتباط الأزمة الحالية اللي احنا واقعين فيها الآن ارتبطت بوجود الشركات. خلينا نشرح الموضوع أكثر للمواطن العادي حتى يفهم اللي حاصل إيش. الآن شركات الاستخدام منذ أن أنشئت وهي تعمل في نشاط تأجير العمالة وليس التوسط للمواطنين، فبذلك أصبحت تدفع أي مبلغ إن كان لإحضار هذول العمالة وتأجيرها للمواطن بأعلى سعر. وزارة العمل لا تتدخل نهائيا في أي قيمة للتأجير، فبالتالي أصبح الضحية المواطن، وكذلك مكتب الاستخدام اللي كان مثلا يستخدم بألف دولار دخلت السوق مع شركات الاستخدام ذات الرأس مال كبير جدا 100 مليون ريال، وأصبح بدل ما يدفعون ألف دولار يدفعون 2000 دولار، لأنه في النهاية هو مؤجر ربحه حيدخله خلال شهرين. هذا الكلام احنا قلناه كثيرا، الشركات هذه في ظاهرها أنها في صالح المواطن، ولكن الصحيح أنها أضرت جميع المواطنين في البلد هذه. الأرقام أصبحت فلكية، 3500 ريال، 4000 ريال إيجار عاملة منزلية، شيء غير معقول وغير مقبول نهائيا. السؤال إلى متى سوف يستمر هذا المسلسل اللي ضحيته في النهاية المواطن؟ الشركات بتربح أرباح فلكية، لا أحد يحاسبها على أي شيء مما تفعله،
الضحية المواطن، الأسرة السعودية. أستاذ خالد، والله المشكلة تفاقمت إلى حد لا يمكن استيعابه أمانة، تفاقمت ليش؟ ونخشى من عواقب هذه يعني المشكلة. كيف تفاقمت؟ يعني وصل الموضوع هذه إلى إيش؟ أنا أقول لك شلون، عندنا حالات وصلت إلى الطلاق أمانة، عندنا حالات مديرات مدارس يتصلون المدرسات كلهم غايبين وماخذين إجازات ما في خدم. الآن أصبح الخادمات الهاربات من كفلائهم واللي ما عندهم إقامات، مين فينا يلاقيهم الحين عشان يشغلهم في بيته؟ ما في. أنظمة وزارة العمل الأخيرة اللي أصدرتها هذه نفعت تجار الشنطة ونفعت شركات الاستخدام اللي أصبح الآن ما شاء الله تبارك الله ما هم لاحقين أعمالهم. أصبح المواطن يتجه إلى تاجر الشنطة ويدفع فلوس وهو ما هو بعارف من هو هذا الشخص، هل حترجع فلوسه ولا ما هي براجع؟ لو مكاتب الاستخدام فعلا غير صادقة وأمينة مع المواطنين كان قبلت التأشيرات، ولكن لأننا فعلا نصدق وأمناء مع المواطنين رفضنا نقبل التأشيرات بعقد لا يمكن تطبيقه بأي حال من الأحوال. قرارات الوزارة هنا أخوك الآن أضرت جميع المواطنين. الآن تسمع استخدام بنغلاديش يوصل 14000 ريال و16000 ريال، الوزارة تقول 7000 ريال. إذا إيش اللي حاصل؟ وش يعني قرارات على ورق؟ إلى متى حيستمر هذا المسلسل؟ طيب قرارات على ورق لكن ما في بالضبط متابعة ولا رقابة على تنفيذها من قبل، معلش أتكلم عنكم كمكاتب استقدام أو حتى شركات استقدام. القرارات وانا اخوك فعلا حبر على ورق. الان لو تبيني امسك لك اتفاقيه واحده بواحده حتكتشف انه كله كلام غير صحيح غير مطبق. اتفاقيه السعوديه مع الفلبين ما راعتها وزاره العمل حتى الان، الفلبين تتدخل في شؤون المكاتب، توقف المكاتب، تطلبنا برواتب وتذاكر و و و الى اخره. وين وزاره العمل عن هذا الموضوع؟ بلغت وارسلنا ايميلات الى وزير العمل كلنا، للاسف ما حتتدخل. بنغلاديش نفس الموضوع، جميع الدول تتدخل في شؤون المكاتب وتوقفها، يتأخر على المواطنين، يدفع غرامة التأخير، الوزارة تعلم بذلك ولا كأنه سايد. طيب ماجد، وبكرة يقولون والله المكتب سيء. طيب هذا بسألك عن هالجزئية، معلش يعني أنت صاحب مكتب استقدام وشوف تتكلم بحرقة، إن شاء الله تتكلم بحرقة عشان المواطن بس مو عشان مكاتب الاستقدام، يعني تأخذها من زاوية يعني مكاتب الاستقدام لأنكم تضررتوا من شركات الاستقدام. بس خلينا نتكلم بكل صراحة، أنتم متهمين كذلك بأنكم جزء من المشكلة، السبب يعود إلى المبالغة في تكلفة الاستقدام اللي تطلبونها من المواطنين، السبب يعود أحيانا لعدم المصداقية، تعطون وعود بشهرين ثلاثة ويقعد المواطن ينتظر 6-7 أشهر وهو قاعد ينتظر الخدامة تجي بناء على وعود، مشاكل وكان في فوضى بمكاتب الاستقدام، انتشرت انتشار النار بالهشيم والظاهر وتركوا لها الحبع الغارب مكاتب الاستقدام وعاثته كيف الاستقدام فسادا. هذا اتهام موجه لكم، ردك أو تعليقك. طيب الاتهام هذا بعض مكاتب الاستقدام بالفعل سببت هذا الاتهام. السبب الرئيسي في هذا الموضوع، أين وزارة العمل عن هذه المكاتب المخالفة؟ لماذا لم تتدخل وزارة العمل في حل جميع المعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام من إيقافات وخلافه بيننا وبين الدول الأخرى؟ أبدا، وزارة العمل فقط تستلم شكوى من المواطن، ادفع غرامة، هذا دورهم. تعالي يا أخي أنا عندي مشاكل مع الدولة الفلانية، اتفاقيتكم اللي وقعتوها اني انا اوقع مع مكتبين والمكتب الخارجي يوقع مع الف مكتب في السعوديه، هذا خطا كبير وفادح. ان تسمح للدوله الخارجيه بالتدخل في شاننا هذا خطا فادح. كيف تضع لي جميع المعوقات وتقول والله انت تاخر؟ شيل عن المعوقات وابشر. احنا قبل وزاره العمل ما كان عندنا هذه المعوقات، قبل الاتفاقيات الجديده هذه ما كان عندي هذه المعوقات. كنا نجيب الشغالة في أسبوعين في ثلاثة ب5000 ريال و6000 ريال، الحين وصلنا 20000 و25000، تسمع أرقام فلكية. ليش؟ والله العظيم حرام. جميل، شكرا لك أستاذ ماجد الهقاص صاحب أحد مكاتب الاستقدام، كنت معنا من استديوهاتنا في جدة. ملف الاستقدام ملف يعني كثر الحديث عنه إعلاميا وكان حاضر بشكل كبير، ولكن للأسف إلى الآن ما في خطوات عملية لاحتواء هذا الملف اللي يعاني منه السعوديين بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية. وجدت شركات استقدام قاعدة تستنزف جيوب الناس، ويعني وأصبحت أشبه ما تكون بالتجار بالبشر قاعدة تمارسها هذه الشركات، شركات الاستقدام، مكاتب الاستقدام تبالغ بأسعارها، والمواطن ينتظر هذه الوعود والقرارات، ويتمنى ألا يطول كثيرا احتواء ملف الاستقدام خاصة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية. فاصل قصير وبعد الفاصل سنتحدث عن 150 دقيقة في الاتصال والإعلام، خلوكم معنا.